لا تتمكن أي قوة عسكرية رسمية تابعة لوزارة الدفاع أو تابعة لوزارة الداخلية أو تابعة لأي جهة من الدخول إلى جرف الصخرة. محمد شاع السوداني يسوي لي حل، ما عندي اوراق واساني بمخيم بزيبز انا واولادي بالشارع، وجيت من السياح يقفلوها وما ظل حق بيها، جابوني على بزيبز اساني بالشارع وما عندي لا كرفانات لا عندي خيام. غذائية ما عندي، مساعدات ما تجينا، والحركة كان مي ما عندنا.